السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في توتوريال رقم 2 من مادة التي 200. هنتكلم على البروتوكول أركيتكشر ومثاله TCP/IP، وهنتكلم على الانترنت بيزد أبليكيشن. كلمة بروتوكول يعني مجموعة من القواعد أو الرولز اللي بتحكم عملية إرسال البيانات ما بين جهازين. بدون وجود رولز مش هيكون فيه كوميونيكيشن ما بين الأجهزة وبعضها، يعني لازم يكون فيه لغة مشتركة ما بين الأجهزة عشان تكلم بعضها. الـ TCP/IP هو أهم وأشهر بروتوكول موجود عندي. أي جهاز على الإنترنت لازم يكون الـ TCP/IP راكب عليه. لو الـ TCP/IP مش موجود على الكمبيوتر مش هنعرف ندخل الإنترنت. طيب هو وظيفة الـ TCP/IP عموماً إيه؟ الفكرة كلها إن أنا ما أقدرش أبعت رسالة من كمبيوتر لكمبيوتر تاني كلها لجزء واحد، لكن اللي بيحصل إن الرسالة تتقطع لأجزاء بيسموها سيجمنت عن طريق TCP، بيقطعها ويبعتها للIP. الIP هو اللي بيحدد المسار اللي بتنبعت فيه الرسالة، يعني بيعمل عملية اسمها الراوتينج، اختيار أفضل طريق لإرسال البيانات. هنتكلم بعد كده على الإنترنت بيزد أبليكيشنز اللي هي مجموعة التطبيقات اللي بتستخدم الـ TCP/IP. على سبيل المثال الـ Hyper Text Transfer Protocol اللي هو HTTP اللي احنا بنستخدمه عشان ندخل على مواقع انترنت. هنتكلم على بروتوكول SMTP Simple Mail Transfer Protocol اللي هو بروتوكول لإرسال البريد الإلكتروني. هنتكلم على الـ FTP وغير ذلك من البروتوكولات. النقطة اللي بعد كده بيقول لي إن أنا عشان أدمر الكوميونيكيشن كومبليتلي، عشان ما يكونش فيه اتصالات، يبقى معنى كده إنه ما يكونش فيه رولز أو قواعد بتحكم عملية إرسال البيانات ما بين الترانسميتر والريسيفر. وبالتالي علشان نضمن إن كل شيء يتم بصورة سليمة لازم يكون فيه بروتوكول. يبقى كلمة بروتوكول مقصود بيها مجموعة من الرولز اللي بتحكم عملية إرسال البيانات ما بين جهازين. طيب هنا بيقول لي هنا لو انا عندي جهازين بيحاولوا يبعتوا بيانات لبعض، يا ترى الحوار ما بينهم بيتم ازاي؟ الكلام هنا كلام عام جدا، فهو بيقول لي to transfer data several tasks must be performed. عشان نبعت بيانات ما بين جهازين هيكون في مجموعه من المهام اللي هتتم. ايه هي؟ ان السورس هو اللي بيبدا الحوار وبيعرف النتورك بالديستنيشن الخاص بيه. الحاجة التانية إن السورس لازم يتأكد إن الديستنيشن جاهز لاستقبال البيانات. يبقى المفروض دلوقت إن أنا كسورس أتأكد إن الديستنيشن أو الكمبيوتر أو الشخص اللي أنا هكلمه دوت هيكون جاهز، هيكون on مش down. الحاجة التالتة إنه البرنامج اللي موجود على الكمبيوتر السورس لازم يتأكد إن البرنامج اللي موجود على الكمبيوتر الديستنيشن يكون شغال وجاهز لاستقبال البيانات. طبعا احنا عارفين ان الاتصالات بتحصل ما بين برنامجين وبعضهم، البرنامج هو كمبيوتر. يبقى اول حاجة ان السورس هيتأكد ان الديستنيشن ككمبيوتر شغال. الحاجة التانية انه البرنامج اللي اسمه الفايل ترانسفير ابليكيشن هيكون او هيتأكد ان البرنامج المناظر ليه موجود عند الديستنيشن وشغال. الخطوة الرابعة انه بيحصل نوع من انواع الفورمات ترانزليشن. اذا كانت الصيغة المستخدمة لتكويد البيانات وترميزها عند السورس بتختلف عن الصيغة المستخدمة لترميز البيانات وتكويدها عند الديستنيشن، فلازم يكون فيه فورمات ترانسليشن. على سبيل المثال لو السورس بيستخدم الاسكي كود والديستنيشن بيستخدم الاكستندد باينري كودد ديسيمال فور انترتشينج مثلا، يبقى لازم يكون فيه بروتوكول كونفرجن، فيه تحويل ما بين الكود ده والكود ده. الكلام هنا كلام عام جدا، ده مش محل سؤال. هو هدفه كله ان هو يوصلني انه بروتوكول يعني مجموعة من الرولز او القواعد اللي بتحكم عملية ارسال البيانات ما بين جهازين. طيب نيجي بعد كده نتكلم على الوظائف الخاصة بالبروتوكول اركيتكشر. اول حاجة احنا عارفين ان انا عندي سورس وعندي ديستنيشن، كمبيوتر A وكمبيوتر B. يا ترى عملية الاتصال ما بينهم هيتم عن طريق لاير واحدة او عن طريق سيستم واحد؟ لا،
اللي هيحصل ان احنا هنقسم السيستم اللي موجود عندي ده لمجموعه من الموديولز او مجموعه من الاجزاء اللي هنسميها layers، وكل layer بتنفذ حاجه معينه، والبيانات بتنبعت من السورس للديستنيشن عبر مجموعه من layers. يبقى المفروض ان احنا بنعمل breaks، بنكسر اللوجيك into subtasks module which are implemented separately. يبقى هنقسم السيستم بتاعي لمجموعه من layers الصغيره، كل layer بتنفذ حاجه معينه. اهو هنا بيقول لي modules are arranged، مترتبه في vertical stack. كل layer في الستاك، كل layer، كل طبقه من الطبقات في مجموعه الطبقات اللي موجوده عندي بتنفذ مجموعه محدده من الوظائف. ده غير ان كل layer بتعتمد على layer اللي هي اللور layer عشان تؤدي وظيفه معينه. وكمان ان التغيرات في طبقه من الطبقات ما بتاديش للتغيرات في باقي الطبقات. على سبيل المثال عشان نفهم الموضوع ده، هنتخيل ان احنا عندنا عمارتين، كل واحده منهم مكونه من 7 ادوار. ال7 ادوار هم عباره عن layers. يبقى انا عندي هنا 7 layer في عند السورس، و7 layer عند destination، وفي شخص واقف على الدور الاخير في العماره رقم A، وفي شخص تاني واقف على الدور الاخير في العماره رقم B اللي هو البرنامج. يبقى هنا في برنامج وهنا في برنامج. طيب انا عندي 7 layers، المفروض ان البيانات بتنبعت ازاي من السورس للديستنيشن؟ هل بتنبعت على شكل vertical ولا بتنبعت على شكل horizontal؟ vertical يعني عمودي بيكون على شكل حرف U، يبقى البيانات هتتنقل من السورس للديستنيشن على شكل U، ولا بتتنقل على شكل افقي؟ اللي بيحصل ان البيانات بتتنقل على شكل حرف U، يعني الدور السابع هياخد الرسالة من الشخص اللي واقف فوق سطح المبنى، يبعتها للدور السادس، تنبعت من السادس للخامس، من الخامس للرابع، وهكذا لغاية ما تنزل الرسالة على الشارع اللي هو الفيزيكال لير بتحتي. بعد كده تطلع لفوق للدور الأول، الثاني، الثالث، لغاية ما توصل للدور السابع عند الديستنيشن. فكل طبقة من الطبقات اللي موجود عندي بتوفر خدمة للطبقة اللي بعدها، وبتعتمد على البيانات اللي جاية لها من الطبقة اللي قبلها. يعني مثلا عند السورس الدور رقم 5 المفروض انه بيجي له البيانات من الدور رقم 6، فهو بيجهزها وبيبعتها للدور رقم 4. طيب التعديلات في اي layer ما بتأديش او ما بتحتاجش التعديلات في باقي layers. يعني مثلا لو انا بعدل في محتوى الطبقة رقم 3، فده معناه انه مش هيأثر على محتوى الطبقة رقم 5، لان كل layer منفصل عن الباقيين. يا ترى هي ايه هي الكي فيتشرز الخاصه بالبروتوكول؟ طبعا ده محل سؤال. يبقى اذا البروتوكول زي ما قلنا هو عباره عن مجموعه من الرولز او القواعد اللي بتسمح او بتخلي جهازين يتكلموا مع بعض. يبقى اذا البروتوكول is a set of rules، مجموعه من الرولز or conventions that allow a peer layer. peer يعني ند او نظير. فالفكره انه عشان يحصل كوميونيكيشن ما بين جهازين لازم يكونوا من نفس المستوى. يعني مثلا الليير رقم 5 هتكلم الليير رقم 3، الليير رقم 7 هتكلم الليير رقم 7. ما ينفعش انه الجهازين او الليرز يكون مش من نفس المستوى، يعني لير 5 اتكلم لير 7، ما ينفعش. فعلشان كده احنا بنقول بير ليرز اللي هي من نفس المستوى. طيب يا ترى هي ايه هي الكي فيتشرز الخاصه بالبروتوكول؟ اول حاجه اللي هي السينتاكس. السينتاكس دي بتحدد لي الفورمات الخاصة بالداتا. سيمانتكس هي المسؤولة عن تحديد الكنترول انفورميشن. الكنترول انفورميشن دي مفهومها يعني ايه؟ انا عشان ابعت رسالة بيانات، فالمفروض ان انا ببعت الداتا وببعت معاها حاجة اسمها الكنترول انفورميشن، اللي هي مثلا السورس ادرس، عنوان السورس، عنوان الديستنيشن، بالاضافة لأي بيانات اخرى احنا بنستخدمها في عملية التشييك على البيانات. يبقى انا ببعت الداتا زائد الكنترول انفورميشن. الكنترول انفورميشن دي مكانها الهيدر. زي مثلا عشان نفهمها اكتر، انا عايز اكتب خطاب، فالخطاب ده بينكتب على ورقة اللي هي الداتا، وبعد كده بناخد الخطاب ده وبنضعه جوه ظرف. الظرف دوت المفروض ان هو بينكتب عليه بيانات. البيانات دي اللي هي الكنترول انفورميشن اللي احنا بنكتب عليها عنوان المرسل وعنوان المرسل اليه، وبنكتب عليها مثلا اي بيانات اضافيه.
يبقى إذا السيمانتكس بتعرف لي الكنترول انفورميشن اللي احنا بنستخدمها في عملية الكوردينيشن، تنظيم إرسال البيانات، بالإضافة للإيرور هاندلينج. إيرور هاندلينج من أشهر الطرق المستخدمة لاكتشاف الأخطاء حاجة اسمها CRC Cyclic Redundancy Check. فكرتها إنه البيانات ما بتنبعت من السورس للديستنيشن ما بتنبعتش زي ما هي كده، بينضاف عليها حاجات تانية اللي هي بيسموها Frame Check Sequence أو CRC. إن أنا بنفذ عملية حسابية على البيانات وباخد الناتج بتاعي واضيفه مع الداتا، يبقى أنا هبعت الداتا زائد ناتج العملية الحسابية. عند الديستنيشن المفروض إنه بينفذ نفس العملية الحسابية ويقارن الناتج اللي هو حصل عليه بالناتج اللي أنا أرسلته له. لو الناتجين زي بعض يبقى البيانات ما حصلش فيها تعديل، لو الناتجين اختلفوا يبقى كده في مشكلة. على سبيل المثال لو حضراتكم بتعملوا تحميل لملف من الانترنت والملف ده على السيرفر كان حجمه 300 ميجا وانت نزلت ملف حجمه 3 ميجا، يا ترى هنا في مشكلة ولا لا؟ في مشكلة. طيب الجهاز عارف ازاي ان في مشكلة؟ لانه المفروض ان هو ناتج التنفيذ العملية الحسابية اللي موجود على السيرفر بيختلف عن ناتج تنفيذ العملية الحسابية اللي موجودة على الديستنيشن. النقطة الثالثة اللي هي التايمينج، مقصود بيها عملية السبيد ماتشنج والسيكونسينج. سبيد ماتشنج انه لازم كل من السورس والديستنيشن قبل ما يتكلموا يظبطوا التوقيتات بتاعتهم، يظبطوا السرعات بتاعتهم، يا اما هيتكلموا بسرعة يا اما هيتكلموا ببطء. ما ينفعش واحد يتكلم بسرعة يعني يبعت بيانات بسرعة والتاني يسمع ببطء، هنا هيحصل مشكلة. السيكونسينج مقصود به وسيلة بتستخدم لاكتشاف الأخطاء أو لإعادة طلب الرسائل أو السيجمنت اللي بتفقد أثناء إرسال البيانات. الفكرة كلها احنا عارفين إن الـ TCP بيقطع الرسائل اللي موجودة عندي المجموعة من السيجمنت وبيرقمها وبعدين يبعتها للديستنيشن. TCP عند الديستنيشن بيجمع السيجمنت ديت. لو في واحدة ضايعة أو فقدت أثناء عملية الإرسال من السورس للديستنيشن بيعيد طلبها من السورس، ابعتني السيجمنت أو الجزئية اللي رقمها 25 لأنها ضاعت. يبقى ده مصطلح السيكونس. يبقى إذن دلوقتي البروتوكول هو عبارة عن مجموعة من الرولز أو القواعد اللي بتحكم عملية إرسال البيانات ما بين السورس والديستنيشن. البروتوكول الكي فيتشرز أو النقاط الأساسية الخاصة به هي السينتكس والسيمانتكس والتايمينج. ممكن يجيلي سؤال مقالي اذكر لي الكي فيتشرز، ممكن يجيلي تعريف، ممكن تيجي اختياري. طبعا هنا بيتكلم على سيمبل بروتوكول، بيقول لي إننا عشان يحصل كوميونيكيشن ما بين الأجهزة بنكون محتاجين 3 agent اللي هما الابليكيشنز، البرامج، والكمبيوتر والنتورك. طبعا في برنامج بيكون جوه كمبيوتر، وعلشان يحصل الاتصال ما بين أجهزة الكمبيوتر وبعضها يبقى احنا محتاجين نتورك. طبعا ممكن نقول كمان انه الاتصال ما بين أجهزة الكمبيوتر وبعضها يا اما بيكون point to point يعني فيه سلك من الكمبيوتر A للكمبيوتر B، أو إنه يكون في نتورك. النتورك دي يعني شوية راوترات وسويتشات وأجهزة كمبيوتر. يبقى إذن هنا إنه كمثال على الأبليكيشن هنتكلم على الفايل ترانسفير اللي هو بروتوكول نقل الملفات، وحنتكلم على البريد الإلكتروني. نتكلم بعد كده على الكوميونيكيشن لايرز. هنا بيقول لي إن الكوميونيكيشن لايرز مترتبين في 3 لايرز اللي هي النتورك اكسس لاير وترانسبورت لاير والابليكيشن لاير. سؤال مقالي قل لي اللايرز اللي بيكون مكونه للكوميونيكيشن لايرز، هنكتبهم نتورك اكسس لاير، ترانسبورت لاير، والابليكيشن لاير. طيب يا ترى وظيفه كل واحده منهم؟ لازم تنحفظ هنا. يبقى اذا النتورك اكسس لاير بتختص بعمليه تبادل البيانات. الفكرة إنه لو كان جهازين الكمبيوتر اللي موجود عندي على نفس الشبكة فإحنا بنستخدم النتورك أكسس لاير، لو كانوا على شبكتين مختلفين فإحنا بنستخدم حاجة اسمها الانترنت لاير. نتكلم بعد كده على الترانسبورت لاير، فهي بتوفر لي
للريلايبل داتا ترانسفير. ريلايبل يعني مضمون او موثوق. اشهر البروتوكولات اللي بتكون مستخدمه في الترانسبورت لاير او اللي بيسموها هوست تو هوست لاير اللي هو بروتوكول التي سي بي واليو دي بي. التي سي بي بيضمن وصول البيانات من السورس للديستنيشن لانه بيستخدم السيكونس نمبر. احنا قلنا دلوقتي ان التي سي بي بيقطع الرساله اللي موجوده عندي المجموعه من السيجمنت ويرقمها ويبعتها للديستنيشن. الديستنيشن بيرتب السيجمنتس ديت واللي فقدت بيعيد طلبها. يبقى معنى كده انه بيضمن وصول البيانات من السورس للديستنيشن. الابلكيشن لاير بيكون جواها اللوجيك او السوفت وير مثلا او مجموعه القواعد او الاكواد اللي بتدعم الابلكيشن. طبعا الابلكيشن لاير هيكون جواها برامج زي الايميل ابلكيشن او الفايل ترانسفير ابلكيشن. نتكلم بالتفصيل على كل لاير. اول لاير هي النتورك اكسس لاير. النتورك اكسس لاير بتختص او بتغطي كل النقاط المتعلقه بتبادل البيانات ما بين الاند سيستم. الاند سيستم مقصود بيها الكمبيوترز بس اللي هي الورك ستيشن او السيرفر والنتورك اللي متصل بيها. يبقى اذا النتورك اكسس لاير بتغطي كل المعلومات المرتبطه بالداتا اكسشينج، تبادل المعلومات ما بين الاند سيستم وبعضها وما بين النتورك اللي متصله بيها. طيب يا ترى ايه الحاجات اللي بتكون مرتبطه بيها او بتشرحها او بتوضحها؟ بتحتاج عناصر مثلا زي الديستنيشن ادرس بروفيجن، انه انا محتاج الديستنيشن ادرس عشان اعرف انا هبعت البيانات لمين، وعلشان كده احنا محتاجين لازم يكون في نوع من انواع الادرسنج. كل جهاز من الاجهزه اللي موجوده عندي لازم يكون ليه ادرس خاص بيه، ممكن يكون اي بي ادرس، ممكن يكون ماك ادرس. كمان النتورك اكسس لاير ممكن تحدد نوع من السبيسيفيك سيرفيس. مقصود بيها ايه سبيسيفيك سيرفيس ديت؟ زي البريوريتي. بريوريتي يعني اولويه. خلينا نقول ان انا عندي مجموعه من المسارات لارسال البيانات، في طريق منهم طريق سريع. الطريق دوت للداتا مثلا هي الفيديو. فاول ما بيجي للنتورك داتا على شكل فيديو فالمفروض انها محتاجه مزيد من الاهتمام، يبقى المفروض انه بيتخصص لها طريق معين. لو الداتا بتاعتي تكست بيتخصص لها طريق تاني وهكذا. كمان ان النتورك اكسس لاير بتكون مختصه بعمليه الراوتينج للداتا، عمليه اختيار افضل مسار لارسال البيانات من السورس للديستنيشن. احنا هنا بناكد على ان النتورك اكسس لاير بيتم استخدامها لارسال البيانات ما بين اتنين اند سيستمز، ما بين جهازين متوصلين على نفس النتورك. لو كان الجهازين على اتنين نتورك مختلفين فاحنا بنستخدم لاير تانية بيسموها انترنت لاير. نتنقل للاير اللي بعد كده اللي هي الترانسبورت لاير، ودي بتختص بمجموعة من الوظائف. اول حاجة فيها اللي هي providing reliable delivery of data، انها بتضمن وصول البيانات من السورس للديستنيشن. زي ما قلت لحضراتكم اشهر بروتوكول موجود في الترانسبورت لاير كان التي سي بي، وبروتوكول تاني اسمه يو دي بي. التي سي بي بيضمن وصول البيانات من السورس للديستنيشن لانه بيستخدم حاجه اسمها اكنولج نمبر وسيكونس نمبر. اكنولج مقصود بيها تقرير، زي ما حضرتك بتبعت رساله اس ام اس من شخص لاخر، فبعد ما تبعت رساله الاس ام اس يجي لك ريبورت ان الرساله دي وصلت ولا لا. اهو نفس الاسلوب برضه مستخدم في الترانسبورت لاير. يبقى اذا الوظيفه الاولى انها بتختص بتوفير reliable delivery of data. طيب الحاجه الثانيه اللاير اللي اسمها ترانسبورت لاير دي هي shared layer، عباره عن لاير مشتركه ما بين كل الابلكيشنز وبعضها، وهي ملهاش علاقه بنوع الابلكيشن. يعني هي اللاير نفسها مستخدمه مع الفايل ترانسفير بروتوكول، مستخدمة مع ال HTTP بروتوكول. يعني ما يهمنيش الابليكيشن، هي لير شيرد وما ملهاش علاقة او ما بتهتمش بنوع الابليكيشن بتاعي. يبقى اذا الترانسبورت لير بروفايد ريلايبل ديليفري اوف داتا اندبندنت اوف ذا نيتشر اوف ذا ابليكيشن، يعني ملهاش علاقة بطبيعة الابليكيشنز اللي موجودة عندي،
وهي لير مشتركة ما بين كل الابليكيشن. نتكلم بعد كده على الابليكيشن لير اللي هي بتحتوي على البرامج الخاصة بتوفير الخدمات لليوزر. فمكتوب لي هنا ان هي contains بتحتوي على اللوجيك اللي احنا محتاجينه عشان نسبورت اليوزر ابليكيشن. وكمان بيكون فيه separate module لكل برنامج، يعني برنامج ال FTP او بروتوكول ال FTP والبرامج اللي بتدعمه بيكون لهم موديول خاص بيه. ال HTTP لها موديول، ال SMTP لها موديول تاني. يبقى اذا فيه موديول لكل برنامج من البرامج اللي موجودة عندي. الحاجة التانية انها بتوفر اللوجيك اللي احنا محتاجينه عشان ندعم اليوزر ابليكيشن. النقطة اللي بعد كده بيقول لي البروتوكول اركيتكشر اند نتورك. اللي احنا عايزين نقوله انه عشان يحصل تبادل للبيانات ما بين جهازين، الكمبيوتر A والكمبيوتر B، لازم يكون الجهازين دول ليهم او عندهم نفس مجموعة البروتوكولات. ما انا عشان اكلمك لازم انت تكون بتتكلم عربي وانا بتكلم عربي. لو انا بتكلم عربي وانت بتتكلم انجليزي مش هنفهم بعض. يبقى اذا دلوقتي الكمبيوتر A والكمبيوتر B لازم يكون عندهم نفس مجموعة البروتوكولات. يبقى هنا في الابليكيشن، هنا في ابليكيشنز، بعد كده ترانسبورت نتورك اكسس، ترانسبورت ودي نتورك اكسس. يبقى اذا حتى يتم تبادل البيانات ما بين الجهازين لازم يكون الجهازين دول لديهم نفس مجموعة البروتوكولات. يبقى كده اوكي. الحاجة التانية ان الكوميونيكيشنز بتحصل ما بين اللايرز من نفس المستوى اللي هي بيسموها البير تو بير كوميونيكيشن. يعني الابليكيشن لاير هنا بتكلم الابليكيشن لاير هنا، والترانسبورت لاير بتكلم الترانسبورت لاير، والنتورك اكسس لاير بتكلم النتورك اكسس لاير. لا يمكن ان يكون في اتنين لاير من ليفلز مختلفة يكلموا بعض. يعني لا يمكن ان احنا هنلاقي ان الابليكيشن لاير تكلم الترانسبورت لاير. يبقى نأكد على النقطة دي، عملية الكوميونيكيشنز ما بين اللايرز وبعضها بتتم على شكل بير تو بير كوميونيكيشن. يبقى الابليكيشن لاير هتكلم الابليكيشن. النقطة الثالثة واللي لازم نفهمها جدا انه عملية ارسال البيانات ما بتتمش هوريزونتال. الهوريزونتال ده عشان نفهم. يبقى اذا دلوقتي انا عارف ان انا بقول ان الابليكيشن لاير هتكلم الابليكيشن لاير، بس ازاي؟ هل البيانات هتنبعت من هنا لهنا مباشرة، ولا المفروض انها تتنقل من اللاير الابليكيشنز تنزل على ترانسبورت وبعدين تروح من الترانسبورت للنتورك اكسس وبعدين تمشي على النتورك لغاية ما توصل للنتورك اكسس هنا وبعدين تطلع من الترانسبورت وبعدين تطلع للابليكيشنز هنا؟ هو ده اللي بيحصل. عملية ارسال البيانات بتتم على شكل حرف U. يعني البيانات هتمشي من هنا وبعدين كده وبعدين هنا وبعدين تمشي على الفيزيكال ميديوم لغاية ما تروح للكمبيوتر A. يبقى نأكد تاني انه عملية ارسال البيانات بتتم على شكل حرف U وليس افقيا. حضراتكم شايفين هنا انه في ارقام 1 و2، دي مقصود بيها البورت رقم 1 والبورت رقم 2. عايز أكد على نقطة ان احنا عشان نبعت بيانات من جهاز لاخر بنحتاج حاجتين اتنين. بنحتاج IP address، صح؟ ما هو IP address هو عبارة عن 32 بت بيميز كل جهاز من الأجهزة اللي موجودة على الشبكة. وبنحتاج كمان حاجة اسمها port number. البورت number هو عبارة عن port أو رقم بيحدد البرنامج اللي بيكون عند source والdestination. علشان نفهم أكتر، أنا عايز أتصل على حضرتك في الشغل، فأنت اديتني رقم تليفون الشغل، بس الرقم ده ما بيميزكش، الرقم ده بيميز الشركة كلها. طيب أمال عشان أحددك أنت بالظبط كبرنامج جوه الشركة كلها بعمل إيه؟ بستخدم اللي هو رقم التحويل أو الإكستنشن. يبقى إذن الإكستنشن يعادل البورت والرقم التليفون يعادل الآي بي أدرس. يبقى علشان برنامج يكلم برنامج محتاجين البورت اللي موجود عليه البرنامج ومحتاجين الآي بي أدرس الخاصة بالكمبيوتر كله. طيب أشهر البروتوكولات، فمثلا في حالة الـ FTP الـ File Transfer Protocol عندي البورت نمبر 2021. التلنت هنعرف هو إيه بعد كده، هو البورت المناظر اللي كان 23. السمبل ميل ترانسفير بروتوكول البورت نمبر كان 25 والـ HTTP كان 80. يبقى اللي احنا عايزين نقوله في الرسمة دي إنه
البيانات علشان تنبعت من السورس او من الكمبيوتر A للكمبيوتر مثلا C، فالمفروض انها بتمشي على شكل حرف U، يبقى تتنقل من الابليكيشن لاير هنا اللي هي الترانسبورت لاير، ثم النتورك اكسس لاير. للفهم بس، فاحنا هنقول ان البيانات بتتنقل من الابليكيشن لاير للابليكيشن لاير، لكن بتتم فعليا ازاي؟ على شكل حرف U. وقلنا كمان ان كل كمبيوتر بيكون ليه اي بي ادرس بيعرف الكمبيوتر كله، لكن كل بروسيس جوه الكمبيوتر بيكون ليها بورت نمبر خاص بيها. يعني مثلا عشان نفهمها اكتر، برنامج الوورد عندي عايز يكلم برنامج الوورد عندك، طيب الوورد ليه بورت نمبر والكمبيوتر كله ليه اي بي ادرس، يبقى علشان البرنامجين دول يكلموا بعض لازم يبقى عندي الاي بي ادرس والبورت نمبر. هنا بيتكلم على البروتوكولز in a simplified architecture، بيشرح لي بقى اللي بيحصل ازاي. الفكرة كلها هنا ان انا عندي هنا الابليكيشن لاير هتجهز البيانات وتبعتها عن طريق بورت معين. يبقى اذا اول فقرة ان احنا بنجهز البيانات في طبقة الابليكيشن، اللي بعدها البيانات هتنزل على الترانسبورت لاير. الترانسبورت لاير اشهر بروتوكول زي ما قلت هو التي سي بي. التي سي بي هيضيف البورت نمبر لكل من السورس والديستنيشن. يعني شايفين هنا ادي الداتا بتاعتي، وبعدين الداتا مبعوثه من البورت رقم 2، اسف من البورت رقم 1 اللي هو ده، والمفروض انها تروح للبورت رقم 2 على الكمبيوتر اللي هنعرفه بعد كده. تنزل البيانات على النتورك اكسس اللي هي الداتا زي ما كانت هنا مبعوثه من البورت رقم 1 وريحه البورت رقم 2. فين السورس كمبيوتر والديستنيشن كمبيوتر؟ السورس كمبيوتر بتاعنا كان الكمبيوتر A والديستنيشن كمبيوتر كان الكمبيوتر B. يبقى اذا هنا داتا، وبعدين الاثنين دول هما البورتات اللي موجوده في الترانسبورت لاير، والاثنين دول هما السورس كمبيوتر والديستنيشن كمبيوتر، هينبعتوا على الكوميونيكيشن نتورك يجوا هنا. هتنقل ازاي؟ البيانات دي جايه من الكمبيوتر A رايحه للكمبيوتر B، والمفروض ان هي ريحه من او جايه من البورت 1 ريحه للبورت 2، وادي الداتا بتاعتي. عايز انبه لنقطه ان كل لاير عند السورس بتضيف حاجه اللي هي بيسموها الكنترول انفورميشن، وكل لاير عند ديستنيشن بتشيل البيانات اللي ضافتها اللاير المناظره ليها. يعني مثلا دلوقتي المفروض ان الداتا هتوصل للابلكيشن، فعند الترانسبورت عند النتورك الاكسس لاير المفروض ان الجزئيه بتاعت from A to B دي هتتشال، يبقى اللي هيطلع هنا داتا واثنين وواحد زي ما موضح قدامكم. عند الترانسبورت لاير المفروض انها هتشيل 2 واثنين from 1 وتبعت البيانات عن طريق 2 للابلكيشن، يبقى الابلكيشن هنا هيوصله مين؟ الداتا وفقط. الحكايه دي مصطلح بيسموه انكابسوليشن، تغليف. فكرته ان كل لاير عند السورس بتضيف هيدر وبتبعت البيانات لللاير اللي بعدها، اللي بتضيف هيدر وتبعتها للبيانات اللي بعدها لغايه ما توصل البيانات للديستنيشن. كل لاير من هنا، كل لاير من الديستنيشن بتعمل العمليه العكسيه لللايرز عند السورس. يبقى اذا عند السورس بيكون في اضافه للهيدر، عند الديستنيشن بيكون في ازاله للهيدر لغايه ما البيانات كلها بتوصل للسورس نفسه. في نوعين من الادريسنج اللي احنا بنكون محتاجينهم، ان هو كل كمبيوتر بيكون ليه يونيك نتورك ادرس اللي هو ممكن يكون اي بي ادرس او ممكن يكون ماك ادرس، وكمان كل ابلكيشن او كل بروسيس جوه الكمبيوتر بيكون محتاج عنوان خاص بيه اللي هو البورت نمبر. يبقى دلوقتي انا عندي نوعين من الادريسنج، عايز ادرس يعرف الكمبيوتر كله، وادرس يعرف الابلكيشن او البروسيس دي جوه الكمبيوتر.